ما انا بحب المرة تكون كتير منيحة مع الأولاد. إيه؟ ما هي بدها تجي حتى تنتج الاولاد تقبرني بس. ما هي بدها تكون معي لحتى تجيب اولاد وتكون معي تطبخ الاولاد اول شيء قلت اول شيء اول يعني بدها تضوي تكون شريكة حياتي ضوي على الاولاد دغري يعني ضعيف يعني الرجل انا راح مخي على الاولاد اول شيء الرجل بشوف المرأة اللي بتربيها لك انت عشو بضوي مخك انت بس لتشوفي شاب انا بدي يقبرني رجال بشو سندة بشو لا بشو بعدين افكر بالاولاد انت بس لحتالي تطلعي بالرجال شو بيجذبك فيه ليه بتطلع فيه شو الرجال بالنسبه لي الرجال بالنسبه سندي بشو سندي سند بكل شيء بس فكر والله حبلت وجبت اولاد هيك في هي معاشره في لا هي مش الخبريه انه ايه بس انه كرمال ما هي كرمال الاولاد ما هي بس لا تجيبي انت الزلمه بس تجيب ولد من اي وحده بيجيبوا بس كرمال انه هيدي دليل على الحب لا حتى لي يتشاركوا بشيء ثاني يعني عم بتقول لك الرجل بشوف المراه هي المراه بس بشوف الرجل هي امراه الصالحه للاطفال انا عم لك بدي اشوف انا يعني باخذ كذا كذا اختيار ما بدي اقعد اطلع فيها من جميع النواحي طيب ليش شفتي غلط اذا بيطلع بالمراه هي الام انا بدي اطلع فيها بكل النواحي بدي اشوفها مع الاولاد كيف مع ليش العالم غلط؟ كيف انت بس سمعت كلمه الاولاد قلت ايه بس كرمال الاولاد لا ابدا مش بس ما كرمال ما انت لقيت اولاد مش انا ما قلت ولد كذا شيء قلت انا تشوفها كيف تعامل الاولاد ما بدي اشوفها كيف بدها تعامل كيف تصرفاتها اذا اجت مره كبيره بالعمر مثلا كيف بدها تعامل امي بكره لقدام هذا صار شيء ثاني ما بدي اطلع فيها من جميع النواحي هذا صار شيء ثاني شو شيء ثاني لا ما عسل خذ لها بيت لحالك وتقعد مع امها لا اكيد لا اكيد حاخذ اكيد حاخذ بيت لالي لحالي لا ما انا يعني جايبها يمكن دادة للبيت وبنفس الوقت بتجيب اولاد لا 100% اهم شيء الماما ليه غلط نعم. اهم شيء ليه انت غلط غلط اذا الوحده ساعدت مرت عمها مثلا لا راسي بس انه معلم انك جايبها انا لحتى لا انا مش مشان لا اولاد ولا امه لكن شو بدي ما فهمت كمان يعني انت تفكيرك انت انا بس جايبها لاعمل معها سكس واقضي معها وقت لا لكن عم بقول لك لا هي ما اعطيتك كذا شيء انا هذا الموضوع اعطيتك كذا انا اعطيتك لا لحظه انا عم بتسبم انا عم بعطيك انا اعطيتك كذا شيء ليش المراه اللي بتنتفض على معايير اجتماعيه ليش المراه اللي بتنتفض على معايير اجتماعيه دغري بتاخذها بخانه الجنس السكس دغري قبل ما تكملوا اشتركوا هلا بقناه مالك مكتبي الرسميه على يوتيوب وما تنسوا شغلوا الجرس شو استفزك بليبياسا لا ميشيل صراحه لباس ذكرني بفيلم باتمان لما حضرته تبع الكات وومن والله العظيم والله مش مزح يس كات وومن كريزي وومن هيدي لبراءتك هيدي لما يكون في ما بستحي انا اقول عادي 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 كذا لما يكون في هارد سكس انا جاي كانه راح اقصها بعنفوا المراه وكذا وهيك عرفتي هيدي يعني اذا هي المراه ما تضحك هي المراه بتاسس اجيال اذا انا وحده بدها تاسس اجيال بهيك شكل شو بدها تطلع هيدا البارت هيدا مخه هيك فكر لا مش هيدا مخه انا مره بحب البس خي جلد البس مزلط البس فيك تلبس اللي بدك اياه بس مش ضروري تكون مبينه كل ما فات من جسمك انت طيب راح مخه لهونيك القرف واللي شو اسمه الشراسه راح راسه لهونيك هيدي لشو انا حلوه شو طبيعتها هيدي شو طبيعتها؟ كولي لا لا مش هيك مش قصدي انه ليه بتنلبس انه شو طب اعمل سيرش عليها واعرف شو هي اعمل سيرش لا عم بيسالك سؤال هيدي عم بيسال سؤال عادي مثل اي شيء جلد مخطوط اكسسوارز عادي اكسسوار مثل ماني حتى ما سبحه حتى خاتم حتى صيعه حتى ايش ليه ما سالتني ليه ما سالتني عليهم ليش انت عم تقول شيء طبيعي هي هول الاشياء اللي عادي ليه ما ركزت على هيدا الشيء اللي عادي ليش انت ركزت على شو تبعي في كمان حدايد ليه ما ركزت عليه ليش قالت لك رحت على الثديه بالميول الجنسيه هي صريحه كانت معك قالت لك انت وانا صريح مالها شو قلت لها قلت لها هاي الاشياء بتنلبس لما حدا بيوصل فكره لحدا تاني انه انا هيك عشان نفس الموضوع لاروع القصص اشتركوا هلا بقناه مالك مكتبي الرسميه على يوتيوب